أهلا بكم في الموجزي الرياضي. انفرد فريق الوداد الرياضي بصدارة البطولة الوطنية الاحترافية أمس الأحد بعد أن حقق فوزا ساحقا خارج دياره على حساب فريق حسنية أكادير المستضيف بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، وتمكن الوداد من العودة في النتيجة وتحقيق الفوز بعد أن كان منهزما، لكن العزيمة والقوة الذهنية التي امتلكها أبناء البنزرتي دفعتهم إلى تحقيق الفوز. ودائما في البطولة الوطنية الاحترافية خسر فريق الرجاء الرياضي أمس على أرضية مركب محمد الخامس بالبيضاء برسم مؤجل الجولة 19 من البطولة أمام فريق نهضة بركان بهدف سجله محسن ياجور عن طريق ضربة جزاء. ودوليا، قال مارتن شوتس وكيل أعمال كريستيان إريكسون لاعب المنتخب الدنماركي في تصريح لصحيفة غازيتا ديلا سبورت، إن اللاعب ربما يحتاج للبقاء في المستشفى ليومين آخرين لكنه يتعافى بشكل جيد. وأضاف وكيل أعمال اللاعب عقب زيارته في المستشفى إن إريكسون لاعب انترناسيونالي الإيطالي يمزح ويتمتع بحالة مزاجية جيدة إنه على ما يرام، وقال نحن جميعا نرغب معرفة ما حدث وهو أيضا يرغب في ذلك، الأطباء يجرون الكثير من الفحوصات وهذا يستغرق وقتا. وفي كأس أمم أوروبا يواجه منتخب اسكتلندا اليوم منتخب جمهورية التشيك برسم الدور الأول من المسابقة، وسيلعب اللقاء على أرضية ملعب هامدن بارك على الساعة الثانية زوالا، وعلى الساعة الخامسة يلاقي منتخب بولندا منتخب سلوفاكيا، في حين يواجه المنتخب الإسباني منتخب السويد على الساعة الثامنة مساءً.